أحسن الله إليك يا شيخ. رجل في طواف الوداع في الشوط الثاني، هو جماعة يعني حس أنه مثلا دأس على شيء أكرمكم الله، مثلا يعني مثل البراز في المطاف، فشك. ففي الشوط الخامس حصل أن الناس انزاحوا وكلهم يقولون نجاسة نجاسة، فجاء عمال النظافة ونظفوا المنطقة اللي في الطواف، وكانت يعني زحمة شديدة. فعندما انتهى من الطواف رجع توضأ وصلى ركعتين، فما حكم الطواف؟ الطواف صحيح، ما في شيء، لكن لماذا يتوضأ؟ لأنه شك في المسألة، يعني أنه هل أحدث؟ لا، ما أحدث. النجاسة ما توجب الوضوء، النجاسة لا توجب، النجاسة تغسل فقط، وإذا كان الإنسان على وضوء بقي على وضوء. نعم.